ان شاء الله باذن الواحد الاحد اني راح الخلخك يا سعيد. اقسم بالله العظيم لو جيتيني قبل، اسمعي ورب المصحف، لو جيتيني قبل 5 دقائق كان عندي لايف، وكان عندي ماز اخاوي الليل المالكي، الله يلعن ام الغبينه. سعيد ما وريتك انا. وش توريني؟ ما وريتك. اشوف جالها جوال جديد الحين. انت جاهز؟ لا تفصيل. لا مرسول. انت جاهز؟ اشوف سعيد حلز. قلب الطقاقة. قفاز يا ربعي الجولة. قفاز باقي تونا فتحنا الجولة. قفاز يا عيال صعبوها عليهم في القفاز يا ربعي، صعبوا عليهم الدبل عليكم به. والله حرام بقفاز انت الحين، المفروض قفاز مع الدبل يا اخوان. كيف حالك يا بنت عمي؟ والله يطي ما يقصرها قوي يا حاجة لسنا ندعوك. كيف الأقوامنا والزمن حنا ترانا بلاوية. تكبيس أنا أحسن منها يا عيال، بس شدوا باقي في أمل، ففي أمل. الله يا ماز ورب البيت احتاجك انت ولايف المالكي، ورب البيت احتاجكم اكثر من اي وقت مضى. البلكونة مقفلة. تربل يا عيال. تربل. اشرب. اسكان. تربل يا عيال افتحوا الدبل. مقابلة ما ادري سعيد ايش قال. قلت انا ها. سعيد انت ايش لخلخت في المقابلة ورديت عليك ها ها؟ والله مدري، والله اني نسيت رب المصحف. يا اخي اكتشفت سعيد حاجة، اكتشفت ان سعيد بكي والله. صليب راس انا. اسمع وربك عمالك صليب راس ها؟ انك تتلخلخ بسرعة، لكن والله اكتشفتك ذكي، تدري ليش؟ ارحب اللي طبيت. يا ربعي ارحب اللي طبيت، والله كان ربي استجاب لدعوتي. ارحب يا ماز. الجولة في الجيب. ودعي وناتك. ودعي وناتك يا ماما. واستمتع بتذاكر مجانية. التريب اللي يروح يا اخوان. شك سبير ارحب يا الساطي. السماعة تنفعك. دي جي أرمي. اسمع. ماز الله يضرك يا ماز. خلنا نشوف شيلاتها المدينة.
ضمناها. ضيف الداعمين تكفون الجولة الأولى ضمناها، باقي الثاني الله يضركم يا عيال عمي، الله يضركم الساطي. سعيد ترى أنا ما عندي أحد، ها ترى توني فتحت لايف. ما الله ما حد يقدر تقبلني. والله بقبلك حتى لو ما عندي ولا مخلوق. طيب اسمعي، ها تحسين في المقابلة اليوم جبنا العيد؟ ها لخلخناها مرة. بس أقول لك شيء، اكتشفتك إنك ذكي. ليش؟ واكتشفت إني أنا مو ذكية. حاولت إني أكون ذكية بس أنت طلعت أذكى مني. أترى أنا فكرتك أنت اللي بتكون فاغر. تذكر في لحظة لما قال الذكي يرد علي بالرد الكويس، ما يرد علي بالرد اللي مو كويس؟ إيه. طيب أنا لما سألني أنا على طول رديت صح؟ إيه. ما رديت على طول. بعدين انتبهت لك ذكر انا نظرتي فيك لما انتبهت انك انت ما رديت. المره الثانيه لما رجع سالني انا ما رديت. قلت والله انا سويت صغير. تبغى تقلدني الشيطان؟ والله احد والله ترى ما انا ما يقعد لك حيون دايم. تعلمي ما بتقعد لي حيون. اه دخيلك ما اقدر امشي اموري الا بك. اسمعي انا قصدي، اسمعي انا قصدي ترى سعيد ما عندي اقعد حي. تعلمي خذي الحكمه مني قبل ما اموت. كلنا بنموت، ما عندي احد يقعد مخلد. اني شفت لما نظرت فيك كذا نظرت فيك صح. هو ما رد، ليش انا رديت بسرعه؟ ليش انا رديت؟ بس بعدين سعيد كذا صار منتبه معاه ما يرد على طول. ايوه انا ما ودي اجاوب اجابه ملخلخه بكره النهار ولا انا علي هجوم. لا والله ما لي بناقص يكفون الناس اللي قاعده تنبح في اللايفات. انبح انبح، القوه خابت ام الضعيف. هم اسمع اسمع يا عيال، جيش الورود جيش الورود يرحم امك يرحم امكم يا عيال. اضرب لب ابوكم علي. خلنا ما ندري، باقي نشوف يمكن ما افوز. سعيد كما كذي تربل يا عيال بالظبط. وانا سعيد في مقابله بالظبط يا عيال. تربل وقفاز، تربل وقفاز. يا الله يا اسد، يا الله يا اسد لا يمسك. اسمعوا وانا وسعيد طالعين مقابله في التلفزيون. ما أزلب أبوك يا ربع الجولة. ساعة جديدة يا عيال، ترانا في ساعة جديدة. أنا بطلع التصنيف، أرحب يا راعي الحوت. المقابلة بكرة راح تكون إن شاء الله الساعة 8. سعيد كمل الباقي. في شاهد وين؟ في شاهد و اس بي سي و اس بي سي والله ما أدري وش بعد. أيوه في شاهد، في شاهد وفي اس بي سي. الله يجعلك في الوجود يا ماز. ما زال الله يضرك يا الساطي. طيب الله يديمك. كيف نحن نتخارج؟ الحكم الاول يا إلاف. والله تحتي فيدي ورب الكعبة، تحتي فيدي الدمى. الحكم الاول سوديها ولا بيضيها؟ سعيد. الحكم الثاني ولا برم؟ ورب الكعبة ما سوي ليش يفوجي، انا طالع المطار انت عارف. اي صح. طيب يلا الحكم الاول تطلب اللي ذا الحين، تطلب اللي قهوة سنابيون. قهوة والكيكة ذيك هاي اللي كذي ملفوفة جوتها قرفة. مدري عويدي لفوك 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 كذي يهبون فوقك عويدي يذرونك كذي. هذا حكم. أنا ما بقعد أتشكر فيك. بقعة ما هلا ياكل بقعة كيلو لحم كنية. كلوا لحمك انت، كلوا لحمك. الحكم الثاني تقومين الدولاب تجيبين فنيلتين تشقينها قدامنا. هو والله لا كنت قلت لك يا سعيد تشق قمله بس انك ما تفعل. تقول لا دي انا هطميني كلها ما لفنا من قمصان. والله ما شقها، اشتقوا بطنك. الحكم الثالث، الحكم الثالث تقفلين بثك تجين سجن عندي لنهايه نهايه الساعه. ما عليك، ما انا هو شغلي، ما هو شغلي، انا ما عليك. نفذي يا ربي يا ربي يا كريم ترزقني بواحد يجي يطير ام السكور. والله بدري عليك.
يا ربي سعيد، هبلي احكام زي الناس. هو وش عطيتك احكام زي الجن؟ ايوه ربك عبنا كم الجن. قهوه وسنابيه معنا تكربك، لو من قلعي نفذي. ما حد تكربك، كربوك يا شيخ. الحكم الخامس، فلفل تحومر ببرطمك جوله كامل. قلبك يطاوعك. الحكم السادس، ديوتو مقطع الان الان تسوين الان. خلاص سنابي كل عباره عنك، بعد تبغى حتى التيك توك تسوين ديوتو قوا دوتوكم انت. اخلصي هب لي زياده احكام اشوف. اغرفها انا، اغرفها انا بالميزان صح. ايوه اغرف 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 لي انا اقول كان. الحكم السابع، عطر 5 بخات في ثمك. ايه تبغى تقتلني مره واحده؟ ننتسم منك لا يتهشكل. ان شاء الله ان شاء الله عمرك قبلي. الحكم السابع، حكم خفيف ظريف جديد على الساحة. نلعب جولة رباعي لكن بشرط تتكلمين بدلع، تدلعين إلى أبعد درجة. هذا حكم تبغى تنفيذ له بهوك. أقول بها ترى والله ما أعرف، ترى هو يطلع مني كذا. الله أكبر رب الكعب، أنا مدلعة خلقة يعني يطلع مني الدلع كذا يعني من دون تجهيز له، عرفت؟ طيب اسمعي، الحكم السابع حكم الطرد. يو ابعدي 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 الإضاءة عني، عورتني في عيوني. حكم الطرد شيليها. دقيقة سعيد، ما ابغى ذي، ابعد الإضاءة عن عيوني، لفيها كذا وديها هناك. مرحبا وديها هناك. ايه اعطيني الشاحن. يلا وش تختارين قوام؟ يعني قلبك ما بيسامحني؟ لا والله ما عيني اسمحك، فزت عليك جولتين. شو تختارين؟ اطلب لك قهوة. قهوة وسنابيون. سنابيون؟ تبغى سنابيون ولا تكتكيون؟ اطلبي لي من حالة ذكاء اقول. مدري عن ذكائي وين هو هني؟ حالة ذكاء اللي يجي مدريون فوقها عوين. ذروك في ركيب ما له قاع. أنا تعبت، أنا يلا أصرف على بناتي وأصرف على أهلي وأصرف على سعيد حنش معهم. بخش من السكور ولا برب. بخش من السكور. طيب دقيقة خليني أحدد الموقع حقك. بريرة العليا. ها تبربروك. خلي يزيد من شو اسمه من الصلصه ذيك حقته. يزيد من الصلصه تصلصلت معك ذي سينابون، ما بايدام الصلصه ذيك اللي صبها فوق البيضاء ذيك السكر المجمد. بقعد تراك تتنفخ. ما هو كشتي ولا كشدك؟ والله 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 انك صرت تنقسم عن 10. ما عليك من ولا برم ولا برم. صلت معي ما وش احرق رزك انت؟ خلنا نشوف وين العليا ذي. تعال علو معي، كم بقعة مهلا نصرف عليه؟ بقعة مهلا ياكل كله لحم. لحمك يا شياطين، كان يا شياطين صدقا والله ما خليها توصلك قهوه وش اسمه السنابون اللي انت تملى جلدك ولحمك مناذير وجنن وعفاريت. هاج علي بالك انك اخس منهم ومتحملك، ما مش اسوي. وش هو؟ اقول اجعلي بالك انك اخس من الشياطين والجنون عفايت وانا قاعد نلعب معك. كيف يعني ما فهمتوها؟ تي سبوله ما بتفهمينها. مرحبا يا مرعب. خلاص بتنفذين حكم القهوه والحلا؟ ايه اسمع
ايش اسمه؟ سنابيون وقهوة بالثلج. ثلج معك، ابى اشوفها فندق دحين. الفندق اسمه بريرة. سمعتي؟ سمعت. دقيقة يا اخي ما يطلع لي. اكتبي باء، اكتبي باء. لا لا انا قاعد احدد عن طريق الخريطة. طيب عشان يطلع لك اكتبي باء. يا اخي ما ينكتب، ما ينكتب في جاهز. دقيقة دقيقة بطلب لك من بنات. ايش هو اللي اذا كتبت يبين هنجر ستيشن ولا ايش؟ انا مرسول ما اعرف له. خلاص وشركة حوليك رقم الحساب وتسلي لي قيمتها وانا بطلب. اي والله 30 ريال هات رقم الحساب. لا والله والله تخسر وتعقبين. وربك كعبة. السنابيون الحالة ب50 والقهوة ب15 55 كبك وذب. ها خلاص لا ما ابغى قرش، ابغى قرش ظهرك. اطلبي لي انت، انا ابغى ابغى اكل. فندق بري تكبيسه يا دخيلكم في العليا. ايوه تبربرت معك. يلا نصرف عليه بقعه. بالله اكتب اكتب يزود الصلصه بالله. كم رقم ال ما عيني اعلم هنيه فلبث اكفح هنيه. ايش بيكسرنا فندق يا بنات؟ ما حد درى عنك يا بقعه، والله ما حد يجي ويلك. مره بيجون بيكسرونا فندق وبيصير شغاب وبيصير مدري ايش. نفروبك ما حد درى عنك. كم رقم الشقه؟ 2016 والله لين جاء احد يدق الباب. لا دق قلبك والله. دقوا نحرك، ما حد ما حد بيجيك. دقاق اصلا كذا ولا كذا. انا رايح رحلتي الساعه 4 يعني ما معهم الا 3 ساعات. اللي بيجي ولا بتلفل علي. هاي 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 شوفي، هاي شوفي في واحد يقول انا جاي قريب منك. 57 ولد يا 57 ولد دخيلكم. وش تبغى بايش؟ كل شغاله بقهوة بالثلج وسنابيون. اشبكي لي هذه وطفي لي الان. يا الله قهوة ايش؟ قهوة بالثلج السوداء ذيك هاي. طيب تبغى مقطرة ولا العادية؟ آه. لا ذيك اللي اسمها امريكا. تمرمكت معي. جيبي لي جيش برود تكفون. تبغى بالشوكولاته ولا بيش تبغى؟ لا لا ما هو بالشوكولاته، ابغى بذاك الابيض. ابغى بذاك الابيض السكر الجامد. ماشي سكر جامد. انت اكتبي سنابيون هو يجي، هم يعرفون له. طيب انا عنده فيه. شوف اجيب لك شيء انا احبه بالكراميل وبيكامبو. الكراميل دي ما ابغى اخذ تطلي. ايوه لا زي كذا هذا. انا مره احبه. اوه خلية نحل. خلخلت معك تي ما بخليه يتنحل. تراها ب 24 القطعه. ها خلاص خذيها خذيها ماشي. ها تم تم مثيلك بكبرك والله. تربل يا تربل يا روح. تربل يا روح يا عيال. التكبيس دخيلكم. هو يا سعيد وش معك؟ ب 51 ريال والله. لو كانك مين والله. ارحب يا 505 الله يسعدك يا حبيبي. اشوى اشوى سلمنا سلمنا. الدبل عندها ما عندي ولا مخلوق. ها يلا هي طلبتي ها في ذمتك. الله يجعلها لا ذمتك. ما تخلينا الدفع عند الاستلام. ابو حمش تعب اني دفعت. اه ونعم ونعم. افا يا عيال يا عيال جاها مستوى يا عيال يا عيال. كبسوا نجلحها بالتكبيس دخيلكم. نجلحها بالتكبيس يا عيال دخيلكم. ما عمركم سمعتوا جلحة بالتكبيس؟ وربك عبر يقدر بالتكبيس تجلحفها والله. كبسوا دخيلكم ميتشر. الله يجعلني فداك. تكفى عليك به. انا طالبتك طلبه ام محمد بيض الله وجهك. وربك عبر خليك ترجع لي كم الطلب ترسل لي.
يحرم يحرم عليك انك تنفذ. سعيد تذكر يا عيال جل حفوها يا ربي الجول بالله دخيلكم عليكم به يا عيال يرحم امكم يا عيال يا ربي يا كريم يا الله يا ربي انك تنصرني عليه. وش يذكر وش يذكر انا اقول لكم. تخيلوا اليوم اليوم كذا فجأة بس لف قال ابو حنش وانا كنت قاعدة اشرب موية وشركت. تذكر تذكرت الموقف. فدا فدا يا عيال لبابوك لبابوك يا صبر والله اللي مرحبا يا بنت عمي القبي ولا برم ولا برم جحفلة هص ولا كلمة والله جحفلة ولا كلمة الله يعزك يا سمر يا نافد الصديق يا نافد الرفيق يا بنت عمي الله يعزك ولا يعز عليك الحكم الأول جولتين جولتين على كيفك الدنيا فوضى طيب هذه الثانية لا كذاب دوبك فتحت استحي عمجك تكذبين رجاجيل وربك عب انك كذاب دخلوها 160 جني بالله ايش رايك بالله اسالك بالله يا إلاف ايش رايك بجيش المكبسين عندي انت تشوفين قوتهم يا ربع الجوله تكبيسات تشوفين قوه التكبيس عندي ولا ما تشوفينها كم التكبيسات عندك والله ما ادري ما اشوفها تدرين انا عندي 6 مليون متى فتحت انت انا كم لي من يوم فتحت لي ذا الحين 2 من الساعات تخيل ان في الساعة الواحدة 3 مليون تكبيسة ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربعي تكبيساتكم وشيراتكم ما عشان اللي عندك ورب كعبة سيئين في التكبيس والله ما احترامي لك ولهم ماك صلاح بمتابعيني والله سيئين في التكبيس خليهم يتعلمون من الجيش اللي عندي يتعلمون تكبيس كيف الواحد يكبس يظل ينعم يكبس يا انا الجيش اللي عندي قسما بالله طلعت لهم عضلات هني طلعت لهم كمان عضلات ممكن يطلع لكم عضلات حتى انتم والله يعزكم يا عيال عمي كعب انه دماء يذكر الناس كما من هو الدماء انت هو غلط على متابعيني يا من حن قبيلة في الاستوديو حق الحلقة هو ما قلت لي دماء ولا خفتي يرسم فوق انفك يتعبون ها اقول قبيلة يا من حن في الاستوديو حق التصوير هو ما قلت لي دماء في وجهي ولا خفتي يرسم فوق انفك وربك عب اني قلت لك انك انت وسخن وربك عب انك انت اللي وسخها ورب المصحف وربك عب اني قلتها جيش الورود افتح الدبل صحب المغني حي عينك يا عيال افتح الدبل حيك يا المجازف الله يعزك سمر يا سمر تديني كيف حي عينك يا سعد شوف داعميني كيف فخمين عينك على الجولة بس كومنت معي يا كومنت معي 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 يا كومنت معي ايه يا سمر ايه يا سمر ايه يا سمر ايه سقيها مع سمر يا عيال مع سمر لا تخلون سمر لحالها مع سمر ايد واحدة ما تصفق 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 شدوا معها تكفون يا عيال معها لا تخلونها تكفون لا تخلونها يا عيال ابو حنش يا مرعب لا تخلون احد لحاله يا عيال اه يا مازي اه يا ماز سقها لي يا ماز سقها ايوه علمناها يا ماز الله يعزك يا الساطي ايوه يا ماز ايوه ماز مرعب سمر صفرين ستة لبابوكم
تكفون يا عيال، السكور ما هو بعيد. لا نضيع تعب الداعمين، تكفون يا عيال. لا نضيع تعب الداعمين، تكفون. لا نضيع تعب الداعمين، شدوا معهم يا عيال، تكفون. مرعب قصاتي لبى ابوك ماز ماز ومرعب ماز ومرعب وسمر الله يعزكم. يا عيال والله شفتوا بيجي الحفون ورب كعب دريت، لا تخلون احد لحاله يا عيال تكفون. يرحم امكم، لا يضيع تعب الداعمين يا عيال. يا مرعب شلي تسوي يا مرعب، شلي تسوي يا الساطي. لبى ابوك شدوا معه يا عيال، معه يا عيال، معه معه. خيل البل ابو حنش يا عيال، 10 ثواني. يرحم امكم، تكبيس سوى اي شيء. يلعن ام الغبينه، يلعن ام الغبينه، يلعن ام الغبينه. اذهب يا ماز، مرعب لبى ابوك يا مرعب شكسبير. من هنا اقسم بالله، من هنا اص ولا كلمه، اص ولا اسمع نفس. نعن الله ابو من يقول المرجله ما هي بسموك يا مرعب. اص ولا اسمع نسم، نعن الله ابو من يقول المرجله ما هي بسموك. ماز طز بشنب رجال ما يفتخر فيك. سمر لبى والله ابوك يا بنت عمي، عز الله يعزكم ورب البيت. سعد بيض الله وجهك، ميتشر الصاطي الجوكر، خابة ام الضعيف رب المصحف الله يعزكم. شمراني الريم، حي عينكم حي عينكم. الحكم الاول خلاص، بقعدوا بني نفذت احكام، ترى طلبت لك اكل. هذا حكم الجولة اللي فلحت، هذا الحين جولة جديدة الحين، هذه جيش المكبسين جيش الورود. ربك قاعد احبكم سعد. يا مرعب الله يجعلك في الوجود. الساطي الجوكر ام تميم الشمراني كلكم بيض الله وجيهكم. جيش الورود الحكم الاول يا الاف. تقفلين بثك تجين سجن عندي لنهاية الساعة. لا والله ما قفلت اللاف، لو كانت تقطع والله يا الحكم الثاني تموت. الحكم الثاني ديوتو دتتوك الان تسوينه الان سيد يا اخي. الحكم الثاني الثالث عفوا، انا انا رايح المطار شوي الساعه 4 حلو، ابروح جده، ابغى سياره توديني. اسمعي ابغى سياره توديني من جده لين بيت عند امي. سياره ان شاء الله تقول بك ها وها 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 يا الشيطان. هذا حكمي، نفذي ولا بهاوك. خلاص حد انت الساعه 4 رحلتك؟ ايوه حتى انا الساعه 4. لا تقول لي خطوط السعودية وربك عبني لك انسل الرحلة. الله لا يوفقني ما اركب الطيارة وانت موجود فيها، والله ما اركب الطيارة وانت فيها. وش رحلتك يا رب؟ الخطوط. ما يبقى خطوط الخطوط كذاب. اسألك بالله، اسألك الخطوط. بالله في ذمتك الخطوط السعودية ما لك شغل. اسألك بالله قول الصدق. ما مش على قرصك انت، ايش عليك مني؟ في ذمتك، في ذمتك يا سعيد. على الناس افلحوا بك مع الناس ما عاد يردونك. في انا بفلح مع الناس وانت تفلحين مع الجن ان شاء الله يشادقونك. اما انا بفلح في خطوط السعوديه حتى هو بقعد ابعدي للجن. قومي قومي انقلعي، نفذي واحد من الاحكام. قومي يلا اطلبي لي بكره تاكسي يوديني من المطار الى عند باب البيت. يلا هاي كيف اقدر اجيب لها تاكسي انا؟ ما على يمك. تبغاها؟ تب تبغاها؟ تب خلاص يا الله يا كريم يا الله يا الله يا كريم. الو ابو حنش. الو سعيد. ارحب. جارك اشتكى عليك وجه الله. اي والله
عليكم به دخيلكم اطردوه مقعد. كيف اقول بهذا الحين؟ نهدي شوي كذا بس. نهدي شويه؟ اطردوه اطردوه. ابشر كرامه. حبيبي تسلم. الله يلقيك خير. هلا. يو الاستقبال مئثره يتابعني يقول ابو حنش عرفني الشيطان. هم طردوك وربك ابي حد ابقى عليهم ما صندق اقول طردوه. ما عليك والله لا تطلع. الله يسيبك يا الوسخه. انها عروق وانت ناشط. الوسخ طول عمره وسخ مستحيل ينظف. فين فندق بريرة؟ والله لا دق عليهم. اقول ترى مع علم يفا الرجاء الانتظار سوف يتم الرد على مكالمتك. طيب اوكي. بليز ويت يور كول. انجليشي جود نوت. قفلت بوجهك خليك. تفضل. اقول لك. حياك. بتدق عليكم واحدة اسمها ايلاف وسخه. ثواني بس شوي. ايوه بتدق عليك بتشتكي لا تصدقها. ابو حنش. ها. بتدق عليك واحدة اسمها ايلاف. ايوه. وبتاهي تقول الحين بدق عليهم واشتكي يعني اني مستاجره. لا لا ما عليك. ما راح نوديها الخط اصلا ما راح توصل لك. الله يعزك يا حبيبي الله يلقيك خير. يا حبيبي. ودعناك يا القمي يا الوسخه ولا برم. على طول اخترعت ها؟ عرفت ولا برم. هذه اجراءات مضاده هذه اجراءات مضاده اسمها هذه اسمها اجراءات مضاده لازم نتخذ الاجراءات. وربك يعني. عبد الحليم احجز غرفه عندك واقول هذا الجار تراها ازعجانه اطردوه. هيا اسمعي الغرفه هني بتكلف 600. اعطيه 300 خلينا نفلح بها من جده لمكه تاكسي افلحوبك ما عاد هي شفت انها حسوديه شفت انها وسخه ورب البيت يا وسخ طول عمره وسخ والله ما الوسخ اللي انت اقسم بايات الله يا الله يا كريم انهم يطردوني يا الله يا الله يا كريم اجعل ما تجي الساعه ان شاء الله اثنين الا هم قالوا بك فحوا مني في فندق ويقعدي في الشارع البقعاء ها اقعد قومي نفذي وجه الله تراني انا مليت من كثر ما نفذ انا راسي تعبان مزاجي ايوه قبل البارحه حكمتيني 7 جولات ما قلت لك انا مليت تململت عظامك ان شاء الله قومي اقلعي نفذي انت البنات ضعايفن يا اخي وانا رجال قومي قلبك شويه حنين على البنات والله والله يا البنات ترى بنات ما معهن الا لسانهن والله لكن قلوبهن لحم اقسم بالله انهن ضعايفن يا اخي سامحني لوجه الله قول انا سامحتك والله انك يعني بعض الأحيان تقولين كلام صح والله تدرين يا بنت عمي اختاري واحد من 3 أحكام وقومي انقلعي نفذيها ربك عبا مو تسامحني تقول انت بنت ضعيف الله 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 يكسر كفي من هني ها ها يكسر كفي من هني ان كان سامحتك سلام ان الله لا تصدق ها قومي نفذي تقعد هذيك معلقه في رقبتك تعلقوك بلسانك بلسانك تعلقوك قلت له نفذي يا سعيد يا اخي سامحني يا اخي والله اني مسكين اقسم بالله ايلاف علي الطلاق علي هو عليكم تكفون اكفحوني في فندق دخيلكم هيا قومي نفذي وجرات لا تقتلين الحماس تقتلين الحماس الداعمين قومي انقلعي نفذي والله يا قلبي نتعب والله والله يا قلبي خلاص باخذ حصانتي افتحي جول خلاص باخذ حصانتي لا لا تاخذ حصانتي والله لا خذ حق الداعمين طيب يا بنت انا فرتبك هيا خلاص حصانتين سجلوها يا مشرفات بنفذ وش تختاري؟ تحصنت معيك وش بتنفذين طيب؟ ما تبغى الدويتو؟ يلا ذا الحين سوي ذا الحين هم ترحموني يلا قومي بص قومي 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 نفذي قومي نفذي لا تمد ايدك قومي نقلعي نفذي اقول قومي يا متهالكه يا مروحه يا مخوره ناس ما تمشي الا بدق ناس ما تمشي الا بالسكورات ادق وجهك دق وربك عبد ما نفذ علي الطلاق لاخذ حصانتين ورب المصحف ورب المصحف ما تاخذ حصانتين وعلي الطلاق لاخذها انا اوريك ليش تغلط علي ليش تغلط علي اعتذر ولا برم ولا أعتذر. برم والله ما اعتذر خابت ام الضعيف وربك عبد الحين لا اقول هذاك حق السنبون وقهوه اقول ترى هذاك غلط وين؟ اسمع اسمع اسمعي انت خلاص حاسبتي ترى عادي اقول تعال عندي اي اعتذر حصانه ابديه وربك عبد الحين فعلتيها لاخذها حصانه ابديه وربك عبد ما تاخذها حصانه ابديه لو كنت تموت لو كنت تتقطع هاي ترى خلينا نشوف قلبها يطاوعها ولا لا خلينا نشوف قلبها اكيد قلبي بيطاوعني ها امي خلينا نتراي خلينا نتراي هاي
خلينا نشوف الحسد الحين. هو الحسد والشيطان دخل بيننا. اصبر 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 والله لا اشرب من دمها ورب كعبة قدني فرياد جنبها هنا. 62 وردة يا اخي انقذوني يا اخي. افتحوا الدبي عليكم وجه الله. هيا نفذي حكم الديوت وقوام على دي بقعة. لا لا شوفي المقطع اول واحد فوق بالله ايش رايك؟ ايناف المقطع المقطع اول واحد فوق ايش رايك فيه؟ يا ربع الدبل تكفون الدبل دبل 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 عليكم وجه الله الدبل لا يروح. لخلخوا بقعاء. ايناف ايش رايك في المقطع اخر واحد نزلته هذا؟ لا ما هو غر... دبل يا عيال دبل 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 القم يا ابو حنش يا ربعي اثنين عادي عادي وربك عم نقدر نردها بالتكبيس يا عيال نقدر نردها بالتكبيس ورب المصحف. اللي ما ضافني يا اخواني يضيفني يضيف التيك توك حقي. اللي ما ضاف إلاف يضيفها. سنابي في البايو سناب إلاف برضو في البايو نضيف بعضنا بعض دخيلكم. يا اخي جوال السنابات حقت اليوم من الاستوديو شوفوا السنابات حقت اليوم من الحلقه وكذا خلينا نضيف بعضنا بعض يا عيال بالله عليكم نضيف بعضنا بعض. ما يصور ذا خليه لما يقفل وربك عبر اسويه. بتجحدين زي حق المدينه ربك اس المدينه اخدي 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 اصلي وادعي ربي ولا بسوي لك الدود. علمتوهم كنتوا مطردوه. الو استاذ سعيد. هلا والله في الو ايوه انا راقد. في احد شو اسمه ذا منتظر احد زائر او شيء؟ في احد يبيك برا؟ من هو؟ ورا صوتك اختلف كيف؟ انا راقد راقد. طيب الضيف هذا وش نسوي فيه؟ من هو؟ من هو ذي؟ ما اعرف حد انا. يقول شو اسمك؟ خليه ينزل يقول انزل 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 يا ابو حنش. استندروا عينك انا راقد. والله ضيفك ترى تحت تنزل له. انزل ابو حنش. ما عيني يندر لك والله. انزل انت رجال انزل. ان الله لا يوفقك يا شيخه. ايوه هذول متابعين. شوفوا ثاني عليكم به عليكم به بالله تكفون. قول ليش تزعل ايلاف؟ اطرمي اطرمي ذي من عندي انا. وربك عب انه من عندي وشوف انزل انت وشوف انزل وشوف ورب القرآن انه من عندي. طيب انا ما معي حذيان باقي التبس الجزمة. هيا عينكم هيا عينكم يا المطانيخ دخيلكم. قولوا ليش تزعل إلاف وسامح إلاف في الحكم. الله يكسر كفي والله كان جدي يقوم من قبره. هاي فلا سامحتك. هيا عينكم والله انكم مطانيخ. يا عيال لا تروح الجولة يا عيال. أفلحت والنات يا شياطين. يا مطانيخ يا الأقوياء يا المحازم عليكم به. ليش يطفي؟ طف شوي دقيقة. يلا حي. طف البث. ليش يطفي؟ طف البث طيب. ما نطفي. اكتم الصوت. اكتم الصوت. تك 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 تك.
الله اي روح خذي منه الاغراض. يا ربي والله حي عينكم قسم بالله. الله لا وفقك. يلا نتسلط عليها يلا. معليش ازعجناكم. سامحونا ازعجناكم يا حباني. ليش تزعلني تستاهل؟ عشان تعرف. الحين فين القهوة حقتي؟ تلعب مع إيلاف الزهراني. والله والضفع. والله والضفع عيوب شدقك. تراني فزت عليك ها؟ لا ورب الكعبة فزت جولة باقي جولة. طيب اسمع اسألك بالله قال لك احكمها ولا لا؟ ها؟ قال لك احكمها ولا لا؟ لا والله بس عرف على نفسه انا فلان بن فلان الفلاني ابغاك في شغلة يقول اعطيته رقم جوالي وخلاص ادق عليك بعد البث. ابشر بعزك حاجتك مقضيه لو حام لو كطوق ولا زيه. الله التكبيس والله ما هو تكبيس ابو حنش. وش معك استغفر الله العظيم. ماز يرحم امك لا تروح الجول. الحكم الاول تتعلفين اربع وردات. واو انت سمعتي ولا لا؟ افتح الدبل يا عيال يا عيال. افتح الدبل بالله. بالله افتح الدبل يا عيال. افتح الدبل يا عيال مني وربك عب انك تخسر. واو يا قلبي والله شكرا. افتح الدبل يا عيال. واو ايش الهدايا هذه الحلوه. ناس تجرحني في التيك توك العب معاها وناس تبري قلبي. يا ربع الجوله مسويتها هي. الله يشفيك. هي والله ناس تجرحني وناس تداويني.
الله قاتي وصل عليها ربك عبنها في لحظة شو اسوي مين اللي تخيلت انا اللي ارسلته لك افتح الورقه اللي موجوده تقن فيها ابو حنش مين اللي ارسل لي الورد ها لا مو برونزي برونزيلو هذا كان كتبته شافوكي جايعه وجهك نحيف قالوا خلينا نرسل لها علف هتعلفي علف لك انت ها قول الحكم الاول الحكم الاول تتعلفين اربع وردات دقيقة الحكم أنا. الثاني ايش الخنقلاء خلينا نشوف لو حمالك طويق ولا زيه الو التوا قصبك التوا قصبك عهود مين ها لا دام هكذا الامور طيبه هجر مين؟ يا اخي ليش انا ما حد يجيب لي هدايا ورب كعبة؟ ليش ما حد يضيفني؟ ليش ما حد يضيفني في السناب؟ ليش ما يا حياة بقعة ورب البيت؟ بقعة نفرت بك انت طول لسانك يا الوسخة وشو هذا؟ لا 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 كتبتني يا ربع الجولة يلا تكفون العيال يبغى الفاصلة لا تروح الجولة دخيلكم بروح المطار على الساعة كذا 5 يعني تيجي الساعة 4 اوكي يجي الساعة 4 وانا باقي ما جهزت ولا حبة بس خلاص ارحب يا حكومة لب ابوك يا ربعي ممكن لب ابوك عشان احكم عليه الله يخليكم يا اخي فوزوني عتيق الله يعزك يا عتيق لب ابوك والتاكسي بسيط انا فزت يلا الحكم الاول اقول فاصل فاصل حكموك ان شاء الله باذن الله باذن اللي ما تنام عينه يا الورد اللي اذا جاك يا ذي تتعلفين هذا الحين ورب الكعبة ما أكله تدري أمس حطيت وردة في فمي صحيت كل وجهي حبوب مو صحيت كم أنا الله أول خلقه مين أتأكد من الرحلة الرحلة عندي هنا في جوالي ذا خلاص لا تأكلين الحكم الأول تزقين مع 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 الطاق ورب الكعبة ما أزقيبه لو كانت تسوي الحكم الثاني أسمع أسمع في وحدة حاطة شجرة طيب كاتبة أعرف النهاية راح يتزاعلون يفضحون في بعض وش نفضح ببعض ترى ما عندنا إلا اللايفات هذا اللي أنتم تشوفونها ترى وش بنفضح ببعض عساك إن شاء الله يا رب إن كنتي بنت ولا ولد الله يجعل كيدها في نحرها الله يجعلنا شوكة في حلقها هذول من العينات حقت هو 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 أهمينهم تأتياي ايوه حتى رديت على البثوث هذه ترى رديت عليهم فتحت سناب اليوم ورديت عليها رديت عليهم كلهم سويت لهم تحديد للكل يقولون انك انت اعتذرت قلت خلاص انا بوقف لايفات لا من يقوله خابت ام الضعيف واخلي الشامتين يفرحون والله ما يهتنون بها وانا ابو حنش والله ما يهتنون بها والله اني داعس على رقابهم كلهم 54 وردة يا عيال هذا الفاصل اللي يفوز يحكم الحق. اللي يفوز يحكم يا عيال 54 وردة يا ربعي تكفون 54 وردة الله يجعلني فداكم 54 وردة تكفون يا جيش الورد تكفون يا القوة تكفون يا المحازم طلبتكم فتح الدبل اشحن يا عيال الطياره تنهار كومنت كومنت معي يا كومنت معي يا كومنت قفاز وتربل يا لطيف
قفاز وتربل، لا حد يرسل ورد، لا حد يرسل ورد، لا حد يرسل ورد. تربل تربل قفاز وتربل تربل يا ربعي تكفون. حكومة لب أبوك. طيب كيف يعني أنا ما راح أحكم؟ يا لايف يا لا 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 يا لطيف، إيش التصعيد هذا؟ إيش التصعيد هذا؟ ماذا أنا في وجهك يا ماز؟ ماز أنا في وجهك من رؤيا. ماز لايف أنا في وجهكم، أنا في وجهكم يا عيال. لا لا لازم اشد الحال، لا تخلونهم لحالهم يا عيال دخيلكم. قفاز 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 في القفاز، صقور بس صقور، لا حد يرسل ورد، لا حد يرسل ورد، صقور 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 صقور. القفاز لا يروح، القفاز لا يروح. سعيد الطلب عند الباب شكله يا ربع الجولة. خائبة أم الضعيف، خائبة أم الضعيف. رويال حي عينك يا رويال، الله يجعلني فداك ويرى الله وجهك يا ربعي تكفون. خلوني أحكمه يا عيال دخيلكم، أنا أسد وجه الله. هذا ما يرد علي حق هنجر ستيشن، ترى الطلب حط علينا وصل. يا عيال انا اسد وجه الله دخيلكم، انا اسد وجه الله. طيب خلص ولا تجحد. يلعن ام الغبينة ورب البيت، يلعن ام الغبينة. قفاز يا عيال اعطونا قفاز، بالله اعطونا قفاز، اللي معه قفاز يفتح قفاز يا عيال. اخر 30 ثانية يا اخوان. مساعد يا مساعد قوة. الله يعزك يا حبيبي يا ماز، ماز يا عصب عيني ومويتها. لايف يا الساطي المحزم المليان، حكومة للوناسة عنوان، مساعد القحطاني، عتيق العلي قوة، عبد الرحمن فريد الشهري الوافي، جيش المكبسين المشيرين. الله يعزكم يا عيال عمي. قناة شيلة هات احكامك هاتها. ما تحكمت بسرعة. أنا تيب تقعد تترقص الليل كله، تقعد تترقص تي الليل كله. تكبيس يا عيال تكبيس، لا يطيح بالله. تكبيس يا اخوان. دم الهجره وتاليها صفنا صفنا ما يقبل العنقه، نعمي عيونه وعيون الندى. سعيد تكب القهوه. وينها باقي؟ مدري هي جات ولا لا. احد جاب قهوه هنا يا حي قهوه مرسول؟ حي عينكم رويال، الله يجعلني بذاك. قهوتك ما جات يا بنتي. ايش القهوه ما جات ترى؟ وربي تخيل ادق عليه ما يرد، وحاط لي هنا انه تم التوصيل. شوف طيب انا وش ذنبي؟ طيب انا وحتى انا وش ذنبي؟ ايش تبغى اسوي؟ ما يرد علي. طيب حتى انا مشكله، كيف اتواصل معه؟
بعد المندوب يبغى مكافأة، وين الطلب؟ خلى مكافأة والله نحط لهم نجمة واحدة. طيب يا حنان وش أسوي طيب؟ أعطيتوهم الاثنين نجمة نجمة، سيء سيء أو ما يرد. آه خلاص أنا بأخذ بدل قهوة حكم ثاني ولا حصان. إنك تخسى أقسم بالله وأنا دفعت فلوسه. أسأله بالله هذا مرسول؟ ما وصل. المشكلة ما يرد شوفوا. من أول اتصل عليه ما يرد. هو حط الرجال حط في الموقع إنه وصل للموقع. ما وصل والله يا إله. ألا إيش اتصل؟ فين المساعدة؟ خلاص اطلبي لي واحدة ثانية. وربك عبنك تخسى. كلمي في الواتس، كلمي في الواتس. كلمي في الواتس. نفس الرقم اللي تدقين عليك كلمي في الواتس. شوف ايش احط شكوى على وش؟ خلاص اجل الجولة هذه فلحت بحكم القهوة. وربك عبنك تخسى. طيب انا هذا حكمي ما تنفذ. طيب كيف اكتب؟ ايش اسوي؟ ما علي منك، شو اسوي بك انا حتى؟ دقيقة شرح المشكلة. Second floor. ليه لازم احط رقم جوالي ولازم احط الايميل ولازم مدري ايش هذا كله؟ ها خلاص راح حكم القهوه بالجوله هذه اللي قبيله. وربك عب انك تخسى اقسم بايات الله يا سعيد، وانك تنفذ بحين حكم وانت ما تشوف الدرب وانا دافع. طيب انا حكمي ما تنفذ، انا حكمي ما تنفذ. طيب انا قهوتي ما جاتني، كيف الطريقه؟ ورب القران تنفذ. لا تحلفين علي، لا نفذتي لا حكم الديوت ولا حكم القهوة، ما جاني منها ولا حبة. هدي هدي ها، لا قاعد نفذت أنا، سري أمها بس. وش نفذتي؟ أترفع ضغطي. حلو ترى حتى أنا عندي داعمين ترى زيك يدعمون ترى بفلوس، يدعمون ما تنفذي الأحكام. كل تبن كل ضفعة كل ضفعة ما لا وجهك. لعنهم الله. يلا ها رفعت شكوى شايف؟ ايوه. طيب الشكوى هذه بتقهويني يعني؟ انا ما يخصني، انا دفعت فلوس وطلبت، ادق ما يرد، طالع لي تم التوصيل ها؟ انا ما يخصني، عليك انك انت تنفذ حكمي الحين، الحكم الاول. اوكي؟ انا بصراحة ما ابغى حلا، بس اني بطلب البناتي تجيب لي سينبون اوكي واثنين سبينش لاتيه. خلاص يلا دحين يجيك. طيب الحكم الثاني. خلاص لا خلاص بنفذ حكم قهوة. يلا ارسلي لي الموقع. المشكلة انه ما يرد قهرني.
تكبير سهل. أبغى الجولة، أبغى الجولة يا عيال. أنت وش كتبتي رقم الغرفة؟ زي ما قلت أنت. وش قلت لك أنا؟ أرسلي رقم المندوب. ما يرد ترى. أرسلي رقم المندوب أنا بدق عليه. دقيق. أرسله لك على السناب. يمكن رقم غرفة غلط. لا لا رقمي رقم 2016. افتح الدبل يا عيال، دبل 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 دبل. افتح الدبل يا اخوان. دبل جيش الورود وينكم؟ يا ربع الورد وش بنا بلدنا؟ وش بنا بلدنا يا عيال؟ وش بنا بلدنا جيش الورود؟ المشكلة ترى من اول انا ادق عليه ما يرد. اسمع لا يكون اللي قابلك اخذ القهوة. لا ما اتوقع. تربل يا عيال دخيلكم. يا ربع الجولة. ابغى الجولة يا عيال تكفر. كيف اكتب له؟ ما يطلع لي، ما يطلع لي. سويت شكوى، ما يطلع لي. شوفوا كيف يطلع لي. ارحب تم التوصيل ابوك. قاعد ادق عليها انا، اصبري ان شاء الله يرد. لا تروح الجرة يا عيال تكفون. لا نفس الرقم اللي قاعد ادق عليه، نفس رقمي هذا في نفس البرنامج. ما في، ما يجي يا ناس يا عالم. والله الشيخ يتابع البثقة، والله انها تحرم عليك يا ابو حنش. حتى ماني قادرة، ماني قادرة ادخل على حسابه. كلها من الصلفة البيضاء. الله يصفلك. اقسم بالله المندوب ترى من اول ما يرد. شوفوا ايش يطلع لي. شوفوا. طيب انا ذا الحين، طيب اسمعي 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 اوكي، لنفترض جدلا كذيين افلحت القهوه. انا ايش ذنبي ما تجيني قهوتي وحلايا؟ داعميني ايش ذنبهم يدعمون على جوله ما تنفذ فيها حكم؟ طيب دقيق، لا تنفذ. اسمع لا ترفع ضغطي. انا ما جاني شيء. طيب انا ما جاني شيء. طيب ايش اسوي انا؟ طيب انا وش اسوي؟ داعميني وش يسوون؟ من وين اطلعه؟ طيب علميني انا الحين. انا 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 وش ذنبي؟ طيب اطلع لك المندوب. انا دفعت. مشكلتك انت طلبتيه ما تعرفين تطلبيه. يمكن حطيتي الموقع غلط، يمكن حطيتي العنوان غلط، يمكن حطيتي الرقم والله غلط. قلت لي فندق ريبيرا اللي في العليا احد حطيت فيه. قلت لي ايش؟ قلت لي رقم الغرفة 2016 حطيت. ايش تبغى نسوي كمان؟ مشكلة ماني قادر اوصل له. الله لا يوفقه، قهرني. بسم الله قيلوني قام علي. رفعت بلق. حتى ما عنده واتساب على نفس الرقم. ما عنده واتساب على نفس الرقم. الله لا يوفق. ترى انا مره تخيل قد طلبت اكل ورب الكعبه في الطائف. تخيلوا قال لي وصل الطلب. شوف اعطاني مشغول. لا لا انا قاعد ادق عليه من جوالي. تخيلوا سوالي انه وصل الطلب. يا رويان تخيل ولا وصلني لا الطلب ولا شيء، ورب الكعب وانا طالبه 300 وشويه عشاء. حي عينك يا رويان. ما يرد.
سنة ما يرد علي. رفعت طلب. رفعت بلاغ من جرستيشن. ورجعت. تكبيس ورب كعبة تكبيس أنا طاح. ورب كعبة تكبيس أنا طاح. شفتين تفضل. حبيبي الله يسعدك. في لكم فرع ثاني في العليا غير الفندق هذا؟ في الرياض كلها؟ يلا خير ان شاء الله. شكرا. ما في. شوف الموقع عندي ايش. العليا فندق ربيرا ما في. ولا رجعوا لي ولا شيء. حسابي وش اسم الفندق اللي كتبتيه انتي؟ ها؟ قشه فطلعه بريرا نفس ما لحظه بسم بالله قلوني قام علي كيف اطلعه؟ هم يقولون اذا رفعتي شكوى بيرجعوا لك قروشك. هيطلبي لي واحد ثاني بالله ولا خليها قهوه بقهوه؟ لا ورب الكعبه انا دفعت فلوس. يلا نفذ حكم. اذا رجعوا لي الفلوس رحت طلبت لك كنت في مكه. يا عيال تكبيس يا عيال الجوله. وش الجوله الميته هذه؟ المشكلة حتى لما اجي بتواصل معاهم ما في اي رقم تقدر تدق عليه. النية الوسخة من النية الوسخة مبيتة. شفت نيتك ورب الكعبة. ورب الكعبة انها نيتك طلعت من غير نفس. الله يشكر فضلك. ورب الكعبة انك انت نيتك وسخة. يو سبحان الله. طلبت الطلب يا إلاف ومكتوب انه وصل الموقع. شوفي له عند الباب. شوف لا ترفع ضغطي وانا حاسبت يا سعيد. حتى انا حاسب دقيت 56 ريال. انا علمتك. سبحان الله. مكتوب عندي في الموقع انه وصل. سبحان الله. شوف كاتبي لي قضيتك قيد التقدم راح نتواصل معك في غضون 24 ساعة عبر مركز المساعدة وعبر البريد الإلكتروني. أسوي ناقص؟ كيف ناقص؟ أسوي ناقص الطلب؟ الله يجعلها صدقة ودفعت سوء عني وعن أمي إن شاء الله. جبن والله العظيم ما سعيد ورب الكعبة إني لا أرجعها. والله ما تعرفين رقم حسابي القم. والله لا يوفقك كار ثاني ليتك كملتها على الاقل 100 ريال. حوالي 75 ريال وتخب عليك بعد وكثير وكثيره. الله يجعلها بلسها. الله يلعنك يا كثر ما تدعي علي. يا عيال الجولة دخيل أمكم يا عيال الجولة. ما رح تقدر. الجولة يا عيال بالله عليكم. خلاص الحين دوري أنا. خلاص أنت من أول. أنت البر. أنت عينك يا رجال.
ايوه اكيد تضحك، اكيد تضحك، شافت قروش قرشه ظهرها. ايه از رويال احو يا عيني، بسم الله الرحمن الرحيم، بغى تجرح عيني بضفري. اعمتك الفلوس، اعمتك 75 ريال يا لطيف. حي عينكم، خلاص بطلب لك. الله لا يشكر فضلك، ما قعدت في حركي. على احكامك. الحكم الاول دويتو. اسمع. اسمع. والله جد. اسمعوا اسوي ان الطلب ناقص ولا ايش؟ دقيقة، بسوي بسوي الطلبين ناقص. انا حكمي ترى الثاني حق الديوتو ما سويتي هذا الحين. انت تسمعين العلم ولا لا؟ انا ايش سويت لك؟ ها؟ انا وش سويت لك؟ وش سويتي لي؟ انت في حلمك انت تحلم فيه. حق وشنو هو؟ هو يسعد رب الكعبة قالوني صار يوجعني. نصر الله ولا نصر خلقه. نصر الله من فوق سبع سماوات. انت ما تنفذين يا إلاف. نفذي حكم الديوت وحقي بسرعة. نصر ربي، ربي نصرني من فوق سبع سماوات. ولا تحسب أن الله غافلا عما يفعل ما يعمل الظالمون. شوف كتبت، حطيت الطلبين لم يوصل، كتبت الطلب لم يصل وتم الدفع عن طريق الموقع. ها شوفوا. آه ما علي منك، أنا أوكي. قهوتي ما جاتني، واشهدوا عليها يا ناس. قهوتي ما جات، أنا ما يهمني، دفعت ما دفعت أنا مالي شغل. أنا رجال حكمي تجيني قهوة، قهوتي ما جات. دقيقة دقيقة. حصل مشكلة بينك وبين المندوب، تحمليها أنت، أنا ما أتحملها. شو شوف أتواصل معايا. والله تواصلوا معي على طول، حيا عينكم. كتب لي حياك الله إلاف، تفضلي. قولي والله لما جبتوا لأبو حنش قهوة والله ليكفحكم، والله اللي يصور سنابه ويشرح بكم ورب المصحف، لا خليكم ما تسوون حتى هاي. بيرجع لها الفلوس تعويض، المفروض يعني المفروض يرجع لها. والله طيب ايش رايك انا ارسل لك السواق الين عندك يجيب لك؟ كان من اول النهار. دقيقه دقيقه دقيقه، والله اصور لك وشوف احنا في لايف والكل شايف الشيء هذا. اكتب اكتب اكتب، هانجر ستيشن هانجر ستيشن، جيب الطلب. يلا اقول برسل لهذا لهانجر ستيشن، برسل لهم. لا تصورين لا تصورين لا تصورين، اقول برسل له هو المندوب ذا. لا دقيقة دقيقة، شكلي مو حلو عشان يشوفوني. يلا ها وش قالوا؟ خير ايش يقول لي؟ يقول لي استاذة إلاف حسب ما هو ظاهر انه طلبك صحيح وتم تسليمه. يقول طيب ما جاني شيء، ابو حنش ما جاء ولا حبه، والله ما سن لي. والله ما سن لي ورب البيت. كتب لي لحظات من فضلك ليتم التواصل مع المندوب. المندوب وسخ، ابا يرده. أخذ قهوة وكفحنا.
والله لك والله لدك كبي. يلا طيب يلا نفذ الحكم. الحكم الاول دويتو نفذي حكم الديوتو انت اول. لا والله تنفذ دحين احكام. طيب انت نفذي حكم الديوتو. انا اطلبك حكم ديوتو. اطلبك حكم القهوه. طيب انا طلبت قهوه. طيب وين هي ما جاتني؟ كتبت له. شوفه قاعد يكتب. دقيق دقيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين هذا النفر سعودي؟ ادعى 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 ادعى. السلام عليكم. بالله يتأكد يا شيخ ما في احد جاب قهوه وسنابيون حلا سنابيون. يمكن احد استلمه هو طلع فوق من حاله. لا طيب الله يسعدك يا حبيبي. لا احنا كاتبين فرع العليا. بريرة فرع العليا. هو احنا ندق عليه ما يرد ومكتوب في الموقع انه تم تسليم الطلب. والله استلمت الطلب ولا حبه ما يرده. الله يسعدك يا حبيبي شكرا. شوف ايش كتب لي. استاذه اعتذر منك استاذه ايلاف على هذه الاشكاليه وراح يتم التواصل مع المندوب واستعجال على طلبك. اي خدمات اخرى؟ لا شكرا. هيا يلا يلا نسيت حكمي. اصلا اكثر من كذا ما عاد اقدر اخدمك يا ابو حنش. لا انت ما تخدميني انت مجبوره ترى. وربك عاب انك تخسى. والله انك مجبوره بخش من السكور. والله بخش من السكور. حتى انت بخش من السكور راح تنفذ لي. يلا نفذي انت اول يا معلم الناس. علم نفسك. لايف واسوي لك الديوتو. خلاص حتى انا بقفل اللايف واسوي لك الديوتو. يا الله. ايوه لا ترضين على الناس الا ما ترضين على نفسك. والله صدق لا ترضين علينا ما ترضين على نفسك. كيف تبغين الناس تنفذ لك وانت ما تنفذين؟ لا قهوه جاتني لا ديوتو تسوى. اقول لك هو منطقي يا بنت عمي. والله ما هو منطق. ها انا احلف بالله اقول جوالي خربان. طيب وانا قلت لك والله العظيم اقفل البث واسوي ديوتو غيره. حتى انا احلف ما غنيت ترى. لا تخسون انتم وياه اني اقفل لايف عشان اسوي لسعيد دويتو. والله لو انه مين يعني انا اللي بقفل عشانك. الطلاق يحرم. طيب انا دحين فزت كيف؟ حتى انا فزت ما حد نفذ لي حكمي. خلاص بنفذ حكم الديوتو الى مني قفلت. الى مني قفلت نفذته. ها خلاص اتفقنا. طيب انا فزت مرتين. طيب الى دحين الحكم الاول شنو هو؟ وش كان؟ الديوتو صح ولا لا؟ بنفذه الى مني قفلت البث. حكمتيني قهوه وحولت لي قروشها قروشها وظهرك. وش عاد تبغين؟ وش عاد تبغين؟ علمي وش عاد تبغين؟ لا ترفع صوتك علي. فقعتي قلبي ورب كعبة يا إلاف. ما هو منطق يا بنت الناس. حتى قلبي تفكري كاني سرقتك انا. طلبت ودفعت الفلوس ما يراضي. طيب توصل ايش تبغون اسوي انا؟ رفعنا شكوى وكلمناهم وتواصلوا معانا وقالوا احنا بنشوف. هاي الله الله يعد خلاص بنفذ حكم الديوتو الى من قفلت البث ان شاء الله. اشوف لي واحد من مقاطع القره ذيك ايوه واسوي ديوتو عليها. اعوذ بالله اعوذ بالله منك يا شيطان. واعوذ بالله منك انت. والله انك انت الشيطان. انا يوم اقول اعوذ بالله منك يا شيطان من اقصد انت؟ ربي في عيونك تخلوها خلوك انت. قلنا ليش قبلتي؟ ايشك الحمور؟ ايشك المسوين؟ ايوه يا سعيد مسوي تضحك عشان نشوف الغماسه. ها مين قاعد هكي؟ ايش حمورك يا سعيد؟
والله بخير الله يسعد روحك. كيف اصبحت ولا علك؟ ولا اتمنيت انك ما تقبل. يا اله هذه المندوب اللي اشترق القهوه. قالوا لي شعب رجعوني قروشي كيف؟ قالوا لي هيا اطلبيني عليها ارسل لها بس قبلتي. هيا اطلبي مره ثانيه. ما بطلب. ها خلاص حولي لي قيمه قروش. بحول لك اياها. لا بابا اسالك اسالك ايش سويتي؟ لا ما راح اطلب ما راح اعرف. هاي مين حيعرف؟ ايش سويتي يا حلاف؟ ما سويت لها حبايب اقعد الحين دقيقه. طيب اسمع. انت بتروح المطار، انت متى رحلتك؟ الساعة كم؟ الساعة 4. الاقلاع. الاقلاع لا اروح الساعة 3 يعني شوية اروح. الاقلاع 4:30. ولا توصل بالسلامة، توصل بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبي. انا في دقب. انت منين انت يا ميقا؟ لبناني وعمي مصري. كيف تعرف انها كذبة؟ قام من كبرى. ايش هي؟ انت لبناني وامك مصرية؟ ايوه. ايش تقول؟ ما لخلخ الدنيا. عمر الله ايش يقول؟ عمر الله يعني عمر الله. ايلاف والله المندوب اللي اخذ القهوه والله شكله هو اللي اشترى قهوه. بالله انت من مكه يا ميقا؟ اي مك واحد. انت من وين؟ انا من جنبك من مكه حتى انا. ولا فين في مكه؟ في الشرايع. شرايح والجو الرايح. حي الله يحييك يا حبيبي. انا في داخل هيا بنتقابل بكره وجه الله. انت وين مسافر؟ انا راجع، انا في الرياض راجع جدا. ها اوكي ولا تنور. انا في النوريه. تنورني اي وقت. حياك الله. الله يسعد قلبك يا حبيبي. انت من يحس عليك يحلم الله. ابى اجيك انا وجماعتي كلنا. يعني انت من الناس اللي ترى انا اتابعك، من الناس اللي يعني محتواك جميل جدا. الله يسعد قلبك. شهادة اعتز فيها والله. من الناس اللي يعني في ناس بدون ذكر اسماء. ايوه ما ما يعني بدون ذكر اسماء. احسن بدون ذكر اسماء. هاي ماشي زحمة. جيب احد ولا ميجا. جيب احد من عندك. جيب احد من عندك. والله اللي عندي كله لعبه. تحكيني ايش سويتي من همس؟ اليوم طلعنا مقابلة انا وسعيد. تمثيل وكذا؟ لا. موديل؟ لا. مقابلة يا فصيخ، مقابلة. يعني في التلفزيون كذا. كيف حالك؟ ايش اسمك؟ ايش هواياتك؟ كذا يعني. اوكي كاست، يعني كاست مانجر. لازم ما ينفع. هذول ارحب. يلا حيه. حيه ازم. السلام عليكم. ما شاء الله شاب لنا انتحاك على طول. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. جبت لنا انتحاك يا نواف. جبت لك ايش؟ انتحاك لللايف. شلون انتحاك لللايف؟ يعني انتحاك. ما فهمت شلون. كيف شلون انت انتحاك يعني جاء انتحاك. انتحكته يعني انتحاك يعني. يعني من الازي شكله يحسبوه آلة حادة. ليش انت الاثنين متعلقين؟ ولا يسقط علي؟ لا هو ترى يسوق هو قاعد يضحك. ما هي مضحكه هو قاعد يضحك. ايش ما عندي انا اتقبل يا ميقا. ولا حيهانك حيا ودوم يا صديقي. شلونكم يا جماعه الخير؟ احتاج اصحاب زيك يتقبلون. ابشر بالسعد. ما طلبت شيء. دفتك انا. وانا ضفتك بعد. شرفت. تقدر خش. وشو؟ يا ربع الجولة. يعني خذ راحتك دام قلبك وسيع. خذ راحتك لا تشيل هم ابد. العلوم سعيد. والله ابد. قل له زحام. نعم نحن خلاص عرف ان السعود قوية. ايلاف جماعه شدوا. هلا وش بك؟ والله سعيد زعلتاني مرة. هو بقوف ايش؟ زعلتاني مرة. بقوف ايش؟ سعيد يلا اطلب. خلاص اعتبريها وصلت فدا. لا ورب الكعبة. انا بوصي لك شخص هو يجيب لك اياه. انا خلاص هذه اخر جولتين بلعب. يا عيال مين اتفرج دموع الورد؟ جماعة شدوا تكبيس. مسلسل تركي اسمه دموع الورد.
مينك هتفرج؟ دحين اتفرجت مسلسل يا ميجا. فاضي فاضي بعد ساعة ونص؟ انت متى بتوصل؟ انا الاقلاع 4:30 الوصول 6. ليش الهرشة؟ تاخذني في المطار تسقي بيه في مكة. من عيوني. الله يسعد. تم. بس في ان شاء الله تجي جدة يا سعيد. تدري انه مو في الرياض وبرجع البيت. مودي بيطلع سير علينا ترى سكان جدة. تصدق انه مودي بيطلع الرياض كلمني قال لي ميجا وصلني المطار. ما ادري انت تحسبوني كداد التيك توك ولا ايه؟ ولا بيجي سعيد شفت مال القهوة حقتك؟ 56 وردة. خلاص يا حايس حايس موقع الجولة حايش الجولة ايوه مع الرخوة حايس موقع مع الرخوة واحدة لا تكسري ها وش اسمها وشوف انه ما في شبخة وخلاص لا والله قهوتي عنها عندي هادي يا رجال هي قالت قبل لا ندخل قالت هي شايلة الليلة قلنا يلا مو مشكلة إنها هذه خلاف يعني ما شاء الله تبارك الله خشيت على الجوجل كتبت قالوا ثروتها مليارين ما شاء الله تبارك الله لا يزيد حبيبي من وين دخلت ها شلون عرفت من ثروتها مليونين من الجوجل اي جابوا إنها سوت ما شاء الله تحب تبحث انت بحثت في جوجل في جوجل نفس ويكيبيديا اي قال ثروت حلاف 2 مليار دولار يعني مو ريال دولار الله يزيد حبيبي يبارك لها اللهم امين ايش بك حزينه يا حلاف وش حرق رزك انت وش عليك منها انت ايش عليك منها مسوي بطل ام ولا برم اقول لك ارسل فوق انفق الحشقه المنسم مسوي انت 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 لابس عقال ولا ذي شعرك فوق راسك هذا شعري اني دريت غدا كمال عقال القلح فوق راسك تمام شد الجولة شد الحكم الاول يا ميجا تطف اللمبات تضحك دحين انا قاعد اسالها خدمه انسانيه اشوف انسان حزين اساله ليه يلا اسحل اسحل يا حلاف سحلك المسرع ليش زحلان يا حلاف مين زحلك ولا اروح يا جماعه شدوا اخر الثواني مينك زحلكي ما حد زحلكي ولا ما انت زي كلك يوم اليوم نفسيه مين انا ايوه والله ما فيني شيء ايش بك بتاكلني يا سعيد ولا ايش لا والله بس اراقب الكومنتات ابو موسى ليش كتاب فيني كذا لا والله قاعد اراقب الكومنتات والله ماني حولك يا ايه لما تشي مكة ولا تنور نويلي بابا دحين انت معاك رحلة الساعة 3 ولا الساعة كم الساعة 4:30 الاقلاع يعني 3:30 بالكثير اكون في المطار طيب انت ايش تستنى المفروض ما يعني تروح الرياض ترى ما هي باقي 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 قدامي ساعه اقسم بذات الله انا مره راحت علي الطياره عشان اتاخرت يمكن نص ساعه او اقل انت اذا ركبت الطياره يحطونك في الكراسي ولا في القسم حق الشنط طبوني من محل الشنط كذا قالوا لي خارج يا موسى تخرج ايه قالوا لي ايش ايش لانه يوم طلعت عرفت جلست هناك وشغلت كسرات قالوا انت سعيد انت يا ما تدخل العالم كسرات يمكن 40 دقيقه ابو حنش ورب كعبه والله على ما اظن يعني يعني خلاص اقفل واروح ايوه انت المفروض من قبلها بساعه توجه المطار زحمه الرياض انت شنطتك شاحن ولا بيدك لا مره هاخذها كذي ومره كذي طيب انت قصيت بوردنج لا سوري تذكره في الواتساب قص البوردنج لو راحتك عليك التيار انت اقلاعك الساعه كم 4:30 قص البوردنج الان كيف ما اعرف الا انا حجزوا لي القناه ما هو انا اللي حجزت
حركات إيه بس بالتذكرة، لكن البوردينج تقصان ولد مكة يا حيوان يا ميجا. شوف ايش اعطوني سيارة حي ولد مكة حي ولد انا اكبر منك اسعد الله عني لسوقك بنت لي اخر مدير. وش القناة يا سيدي؟ بنت لي وبنت لك عامين يا رب. يعني انت بنت لي وانا اشوفكم على خير. يا مرحبا تشرفنا فيك دعمان الكريم سعيد. ها شو اسمه ترى الحين بيطلع لك الطلب خلاص طيب الطلب حقي خذه معاك وانت رايح المطار. الطلب حقي مين؟ الله يسعدك ويكثر خيرك هيا ودعنا الله. لا تنسين الديوتو ولا ما بنسى الديوتو ها؟ ها وكيف اصور وانا اسوق؟ انت بتسوق السياره ما باقي انز ابو حنش السياره باقي ما سلمتها يا شياطين. هيا يلا فلح والله شكلها بتروح عليك التياره يا معلم. ابو حنش ورب بلدت نسيتها. روح عشان يمديك تسلم السيارة. هاي بحصل المكت يا اخوان. الله يعطيكم العافية ويكثر خيركم ويرحم والدينكم ويجود عليكم ويجعل رزقكم مدد ما هو عدد. شكرا حتى يبلغ الشكر منتهى. سنابي في البايو اللي ما ضافني في السناب كرما ضيفني في السناب. ترى وجودك في سنابي شرف لي والله العظيم انه شرف لي. ضيفوا سنابي قناتي في اليوتيوب موجودة في برضه في البايو. الحلقة حقت البرودكاست بتنزل بكرة إن شاء الله. ضيفوني في السناب ضيفوا قناتي في اليوتيوب. أحبكم والله العظيم أني أحبكم ونشوفكم على خير. تابعوا سناباتي بصور في المطار وأصور نشوفكم على خير يا حلوين في أمان الله.